تمام شغل. تعال نطبق اللاب بتاعنا هنا دلوقتي. عايزين نرسم الرسمه بتاعتنا الاول. ادي الديستريبيوشن سويتش اهوت، ادي الديستريبيوشن سويتش الاولاني تمام كده. هو ده اكسس سويتش 1960 او 1950، ادي الديستريبيوشن سويتش الاكسس سويتش الموجودين عندنا تمام. بعد كده عايزين نوصل، وبعد كده الاجهزه عندي هنا، ادي الجهازين بتوعي وهنا جهازين. قلنا عشان نجيب اكتر من جهاز في نفس الوقت بنضغط ايه كنترول، اضغط كنترول وانت بتختار الجهاز، وبعد كده اقعد تحط اجهزه زي ما انت ايه زي ما انت عايز. بعد كده نوصل الكيبلز بتاعتنا طبعا بين سويتش وسويتش. هيبقى ايه يا شباب؟ ها ستريت ولا كروس؟ بين سويتش وسويتش كروس صح كده، بين سويتش وجهاز هيبقى ستريت. فانا عندي دلوقتي ده الكابل مكتوب تحت كروس اوفر، ادي الكابل الكروس اهو هنا. كاتبين اول كام؟ في 0 على 23 بالبورت ده، في 0 على 23 زيه 24 اف 0 على 23 باف 0 على 24، وبعد كده اف 0 على 24 باف 0 على كام؟ 24 تمام كده. كده احنا وصلنا الاكسس سويتش بالديستريبيوشن سويتش. بعد كده نجيب كابل بقى اللي هو الستريت بتاعنا هنا، اف 0 على 1 بالجهاز الاولاني، واف 0 على 11 بالجهاز الايه تاني، وهنا برضو اف 0 على 1 بالجهاز ده، واف 0 على 11 بالجهاز الايه التاني صح كده. احنا عايزين نخلي الراجل اللي تحت ده، الناس دول هيبقوا تبع فيلان 10، والجهاز التاني ده هيبقى تبع فيلان كام يا شباب؟ 20. فيلان 20 نفس الكلام برضو، ده برضو تبع فيلان 10 فيلان 10، وبرضو الجهاز التاني تبع فيلان 20 تمام كده. تعال نطبق الكلام اللي احنا بنقوله ده. اول حاجه شباب بيقول لك غير الدومين نيم على الديستريبيوشن سويتش تو سي ان بي. انا عايز بدل ما كانت فيلان 10 و20 هنا وكانتها هنا، عايز اكريتها بس على مين؟ على الرئيسي، والرئيسي يبعت لي بقى ايه سويتشات. بس عشان نتبادل معلومات بالفي تي بي لازم الدومين نيم يكون ايه مشترك، فلازم نغير الدومين نيم. طب محتاج نغير الدومين نيم على كل السويتشات يا شباب؟ قال لك لا، انت لو غيرته على الرئيسي بس على واحد بس هو بيتغير على ايه على الباقي كله. طب تعالى نتاكد كده. لو عملت انيبل، لو قلت له شو في تي بي ستاتس، وريني حاله الفي تي بي كده، قال لك دلوقتي انا الفيرجن بتاعتي شغال فيرجن كام؟ فيرجن 2. الريفيجن نمبر كام دلوقتي يا شباب؟ زيرو. ما عنديش اي فيلان صح كده، احنا ما لسه كناش على حاجه. ماكسيمم فيلان سبورت، سبورت الفيلانات لغايه 1005 اللي هي الرينج كله. نمبر اوف اكزيستنج فيلان، الفيلان فعلا اللي موجوده دلوقتي هم 5 فيلان اللي هي الديفولت والرينج المحجوز. الديفولت فيلان واحد والرينج المحجوز من 1002 ل 1005. الاوبريتنج مود دلوقتي كام يا شباب؟ سيرفر تمام كده. الدومين نيم بتاعه ايه؟ نل، مفيش دومين نيم اصلا مكتوب. الفي تي بي بروننج مود ايه؟ ديسيبل، يعني مش محافظ على الباند ويتس اللي موجود على ايه؟ التراك. تعال نفعل الحاجات دي تمام كده. في تي بي مود برده فيرجن 2 مود بتاعه ايه؟ ديسيبل. طيب تعال نعمل هنا كونفيجر تيرمينال، هقول له هوست نيم انت الديستريبيوشن سويتش بتاعك تمام كده، غيرت اسم بتاعه. لو عايز اغير الدومين نيم هقول له في تي بي دومين، واكتب الاسم بتاعه احنا عايزينه ايه؟ تي سي ان بي. خد بالك من الكابيتال والسمول لانها بتفرق. بعد كده حاله الكيسز بتاعتك اللي هي كيس سنسيتيف، حاله الاحرف بتاعتك فعاله معاك. يعني مثلا لو كتبتها سمول يبقى كله سمول، كتبت كابيتال يبقى كله كابيتال تمام. هنا بقول لك الدومين نيم بتاعك فعلا اتغير من نل، يعني ما فيش لكلمه ايه؟ سي سي ان بي. طب عايزين نتاكد فعلا ان هو اتغير بقى سي ان بي. تعال نعمل كده تاني، شوف في تي بي ستيتس كده، قال لك فعلا الدومين نيم دلوقتي بقى يا شباب سي سي ان بي. طب والمود بتاعه ايه؟ سيرفر. تعال كده نخلي احنا لو قلت له في تي بي مود سيرفر، مش احنا المفروض هو ده الرئيسي؟ لو قلت له مود سيرفر بقول لك ايه؟ ديفايس مود اوريدي ايه؟ انا اصلا سيرفر صح كده، انا اصلا المود بتاعي ايه؟ سيرفر تمام. يبقى انا كده غيرت الدومين نيم بتاعي على الايه؟ على السويتش اللي موجود عندي. بعد كده طب تعال نشوفهم كده اتغيروا على السويتشات التانيه. ما انت المفروض تغير الدومين نيم على كل السويتشات. تعال نشوف كده اتغير على السويتشات التانيه ولا لا. نروح على التاني ده كده ونقول له انيبل، لا مش شرط، حتى لو هو سيرفر معايا كده برضه هيتغير معايا. شوف في تي بي ستيتس انتر، هل الدومين نيم بتاعه اتغير يا شباب؟ لا ما اتغيرش. ليه ما اتغيرش؟ لان البورت اللي في النص ده ما بقاش ايه؟ ترانك. مش لازم هو بيبعت معلومات من البورت اللي نوعه ترانك تمام كده. طب البورت بتاعك ده لسه ما بقاش نوعه ترانك. تعال نشوف كده امال نوعه ايه. نعمل كده شو انترفيس ترانك، مش شو انترفيس ترانك ده يبقى لك انترفيس ترانك. هل باين عند حاجه ترانك؟ لا. طب نعمل كده شو انترفيس اف 0 على 24 سويتش بورت، السويتش بورت بتاعه ايه لسه يا شباب؟ دايناميك اوتو صح كده. طب واللي قدامك برده نوعه ايه؟ لو عملت له شو انترفيس اف 0 على 24 سويتش بورد، برضه اللي قدامي يا شباب دايناميك اوتو بقى شكلهم كده هيشتغلوا ايه؟ اكسس صح كده. طب ما هو ده دايناميك اوتو، دايناميك اوتو. لا احنا عايزين واحد يبقى ترانك معايا كده، يبقى لازم يا اما اخش على ده واغير اخليه ترانك، يا اما اخش على ده واغيره اخليه ايه؟ ترانك، او اخليه دايناميك اوتو
تمام كده. تعالى نقلب هنا، هخش نخلي البورتات بتاعتنا ترانك كونفيجر تيرمينال، هقول له انترفيس رينج اف 0 على 23 كوما اف 0 على 24. مش انت عايز الاثنين دول يكونوا ترانك 23 و24؟ تمام كده. هقول له سويتش بورت مود ايه؟ ترانك. يبقى انا كده خليت الايه بورت بتاع ترانك. بس خد بالك قال لك الكوماند ريجكت. ليه الكوماند ريجكت اترفض؟ ليه؟ بيقول لك ذا انترفيس هوست ترانك انكابسوليشن، الترانك انكابسوليشن بتاعه نوعه ايه؟ اوتو. كان نوت بي كونفيجر از ذا ترانك مود، ما ينفعش تشغله ترانك لان الانكابسوليشن بتاعه اوتو، يا اما يشتغل اي اس ال يا اما يشتغل 821 كيو. فانت لازم تحدد له الايه النوع بتاعه ايه انكابسوليشن. فتقول له ايه سويتش بورت ترانك انكابسوليشن. تعالى ما نعرفش فاهم كده، بقول لك تكتب كلمه ايه ممكن طلع صح، مش 822، تقطع كلمه 821 كيو. كده انت حولت النوع بتاعه. نقول له بقى سويتش بورد مود ترانك عادي، قبل الامر منك عادي. طبعا اول ما بتقول له مود ترانك البورت بتاعك بيبقى داون، برجع تاني بقى ايه اب بيقفل ويفتح تاني عشان يبتدي يعمل نيجوشيت مع مين؟ مع اللي قدام. معايا كده؟ طب تعالى كده لو عملنا نشوف كده نوع الانترفيس بتاعنا. شو سويتش بورد كده، شو انترفيس كذا سويتش بورد. قال لك المود بتاعك دلوقتي يا شباب ترانك صح، والانكابسوليشن بتاعك 802.1 ايه فيو. بس النيتف فيلان هي فيلان كام يا شباب؟ فين النيتف فيلان؟ مش كاتبها؟ نيجوشيت نيجوشيت اوف ترانكينج اون، والاكسس فيلان هو فيلان واحد باي ديفولت. ترانكينج نيتف اي ترانكينج نيتف فيلان، الفيلان كام يا شباب؟ واحد اللي هي الديفولت اصلا. تمام كده. فانا لو عملت كده شو انترفيس ترانك عشان اتاكد برضو اللي هو بقى ترانك، قال لي اف 0 23 24 الاثنين المود بتاعهم اون 802.1 كيو، الحاله بتاعتهم ترانك، والنيتف فيلان هي فيلان كام؟ واحد. ومسموح لكل الفيلانات تعدي من عليه، الالوت فيلان من 1 ل 1000 وايه؟ يعني كل الرينج مسموح يعدي من عليه. تمام. طب انت كده خليت البورت بتاعهم ترانك وخليت النيتف فيلان فيلان واحد. طب افرض عايزين نغيره، لو عايزين نغير النيتف فيلان نخليها فيلان 10 مثلا، اعمل ايه؟ الامر كان اسمه ايه؟ سويتش بورت ترانك نيتف فيلان، وتغير الفيلان. بس لو غيرتها تغيرها في ايه؟ في كل السويتش. تعال نروح بقى لدول كده نشوفهم اتغيروا بقى الدومين نيم اتغير ولا لا. شايف الدومين نيم هنا بقى ايه؟ هل انت اللي غيرته؟ لا، ده هو اتبعت من السيرفر خلاص. يبقى انت بتغير دومين نيم على مين بس؟ على السيرفر. تمام كده. طيب يبقى احنا كده فعلنا الدومين نيم. طب عايزين بقى لو عملت شوف فيلان دلوقتي مش هلاقي غير فيلان ايه؟ واحد. عايزين بقى نكريت فيلان 10 و20 عشان اتبعت لي السويتشات التانيه. تمام. يبقى هنا انا عملت الخطوه ديت، غيرت الدومين نيم خلاص وخليت ده سيرفر، وعايزين نخلي التانيين برضو ايه؟ ها كلاين. تمام. وبعد كده الترانك بورت دي عملناها، وعايزين نكريت فيلان 10 وايه؟ و20. تعال نخلي الاول دول كلاين، نفتح ده كده كونفيجر تيرمينال هوست نيم اكسس سويتش 1، بعد كده نقول له في تي بي مود كلاين. قالك خلاص الديفايس بتاعك بقى كلاين. طب والتاني برضه نفس الكلام، نيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم اكسس سويتش 2، بعد كده في تي بي مود كلاين، انت برضه نوعك ايه؟ كلاين. تعال نروح على الرئيسي بقى كده يا شباب ونكريت الفيلان كده ونشوف هتتبعت للباقيين ولا لا. كونفيجر تيرمينال عشان اكريت فيلان 10 بقول له فيلان ايه؟ 10. لو عايز اديها اسم بقول له النيم مثلا اي تي، او مثلا نيم سيلز. تمام كده. اكزت. عايز اكريت فيلان 20 اقول له فيلان 20 النيم وليكن مثلا اي تي، وبعد كده اكزت. تعالى نعمل شوف فيلان كده عشان نتاكد. شوف فيلان، قال لك انت عندك فيلان واحد كله البورتس باي ديفولت فيه، وعندك فيلان 10 بتاعت السيلز فيلان 20، لكن فيها اجهزه يا شباب ما فيهاش اجهزه. طب تعال نشوفهم كده اتبعتوا للناس التانيين، مش المفروض اي حاجه اعملها عند تتبعت للتانيين؟ تعال نشوفهم كده موجودين عند التانيين دول ولا لا. نعمل كده شوف فيلان بالظبط كده. بس لو ما نعمل شوف فيلان المفروض نلاقيه فعلا، لقينا ايه؟ فيلان 10 وفيلان 20. تبع التاني برضه لو عملت شوف فيلان برضه 10 و20 ايه موجودين، لكن لسه دخل فيهم بورتس معينه؟ لا لسه. طب افرض مثلا انا عايز كمان اكريت فيلان 30، ينفع اكريتها على الكلاين؟ ينفع؟ لا الكلاينت ما بيقبلش منك اصلا. بص كده لو حاولت كاريت فيلان 30 عليه، خش في مود الكونفجريشن كده قول له مثلا فيلان 30، بص الرساله بتاعتك بيقول لك ايه؟ في تي بي فيلان كونفجريشن نوت الاود هو ان ذا ديفايس ان ذا ايه؟ مش مسموح لك تعمل حاجه زي كده لان انت نوعك ايه؟ كلاينت. الكلاينت ما تقدرش تعدل فيه حاجه. طب مثلا اشيل فيلان 10 مثلا اقول له نو فيلان 10 برضه مش مسموح. تمام كده. طول ما انت كلاينت مش مسموح لك تعمل اي تغيير في الفيلان، امال اخرك تعمل ايه؟ استقبل بس من السيرفر وطبق عندك. واضح كده؟ تمام. طيب بعد كده يا شباب عايزين هنا
كريتنا فيلان 10 وفيلان 20 خلاص، وخلينا دول كلاينت، وعملنا هنا ترانك بورت بس لسه ما غيرناش النيتف فيلان، كريتنا فيلان 10 و20. في السويتش ده بقى خلي من 1 ل 10 في فيلان كام؟ 10، ومن 11 ل 20 في فيلان 20. يبقى هنيجي على السويتش ده كده، هقول له بعد اذنك انترفيس رينج من اول اف 0 على 1 لغايه 10 معايا كده. السويتش بورت مود ايه؟ اكسس، انت نوعك اكسس. السويتش بورت اكسس فيلان كام يا شباب؟ فيلان 10. يبقى انت كده خليت البورت دي كلها تبع فيلان 10. طب بعد كده اكزيت انترفيس رينج تاني من اول اف 0 على 11 ل 20 برضه سويتش بورت مود اكسس، وسويتش بورت اكسس فيلان كام بقى المره يا شباب؟ انت عايز تتاكد فعلا الكلام ده اتطبق اعمل ايه؟ ها امر ايه يبان؟ عشان احنا ده هنوصله بايه؟ بالاجهزه صح كده، ما البورتس ديت دي البورتس اللي هتوصل بالايه؟ بالاجهزه بالظبط. هي باي ديفولت بتبقى ايه؟ دايناميك ايه؟ دايناميك اوتو صح كده. فاحنا لو عايزين نحدد لها هي اكسس، بس هي باي ديفولت اكسس في فيلان واحد، انا عايز اخليها دي اكسس في فيلان 10 وده اكسس في ايه؟ ماشي، عايز اقسم الشبكه بتاعتي تمام. فلو عملت هنا يا شباب دلوقتي شوف فيلان، قال لك انت عندك فيلان واحد دي الاجهزه اللي فاضله فيها، عندك فيلان 10 اسمها ايه ديت؟ سيلز. فيها من اول واحد لغايه كام؟ 10، يعني 1 و2 و3 و4 و5 و6 و10 كل دول في فيلان كام؟ 10. ومن 11 ل 20 دول في فيلان كام يا شباب؟ 20. يبقى انت كده فصلت الاجهزه دي عن ايه؟ عن بعض. ده بقى شبكه وده شبكه ايه؟ طب هنا يا شباب نعمل نفس الكوماند مره ثانيه، كونفيجر تيرمينال انترفيس اف 0 على 1 انترفيس رينج بقى اف 0 على 1. ليه طبعا بطبق رينج يا شباب؟ لان عندي اكتر من انترفيس مش هخش عليهم واحد واحد. تمام كده. السويتش بورد مود اكسس، سويتش بورد اكسس فيلان كام؟ 10. تمام كده. بعد كده انترفيس رينج هيبقى من 11 ل 20، سويتش بورد مود اكسس، سويتش بورد اكسس فيلان كام؟ 20. طب عايز اتاكد شوف فيلان فعلا فيلان 10 فيها من 1 ل 10 وفيلان 20 فيها من 11 لايه؟ ل 10. واضح كده؟ تمام. طيب تعال نتاكد كده نشوف فعلا الاجهزه دي هتقدر توصل بعضها ولا لا. ندي ايباد كده فيلان 10 وليكن هندي الرينج فيلان 10، فيلان 10 هنديهم ايباد في رينج 192 168 10 0 16 24. يعني اي حد فيلان 10 هياخد في رينج كام؟ 192 168 كام؟ 10. طب وبتوع فيلان 20؟ فيلان 20 هياخدوا وليكن في رينج 192 168 20 0. يبقى اي حد فيلان 10 هيبقى بدايته 10 وهنا بدايته كام؟ 20. طب ده الراجل ده في فيلان كام؟ 10. تعالى نديله اي بي، هديله 192 168 10 1 مثلا او 10 2. وادي السبنت ماسك بتاعه. طبعا هو هنا في جيت واي؟ مفيش جيت واي صح كده. طب نيجي للتاني ده هديله 192 168 20 2، وندي للجهاز التاني 192 168 20 ده 10 صح كده، 10 3. وهنا 192 168 20 3. وادي السبنت ماسك. تعال نحاول نوصل ما بينهم كده. هل الجهاز ده دلوقتي يا شباب يقدر يوصل بالجهاز ده؟ لا. فيلان 10 يقدر يوصل لفيلان 20؟ لا ما ينفعش، لان ده اصبح شبكه وده ايه؟ شبكه تانية خالص. يبقى ما ينفعش فيلان 10 دلوقتي يوصل لفيلان 20، لكن المفروض فيلان 10 ده يوصل بايه؟ فيلان 10 صح كده. المفروض الجهاز ده يقدر يوصل بالجهاز اللي هناك ده. تمام كده. طب وبرده المفروض فيلان 20 يقدر يوصل برده بايه؟ فيلان 20. يعني 10 يكلم 10 و20 تكلم 20، لكن ينفع 10 تكلم 20 دلوقتي؟ واضح الكلام ده؟ اصبح شبكه ولا شبكه؟ حتى لو ده غير الاي بي، يعني حتى لو ده خلى ده الاي بي بتاعه 10 خلاه 20، مش كده الاثنين دول اصبحوا في نفس الرينج؟ الجهاز ده والجهاز ده في نفس الرينج صح؟ هل هيقدروا يوصلوا لبعض برضه؟ لا. لا ليه؟ انت فاصلهم منين؟ من السويتش نفسه صح؟ انت مش فاصل عن طريق الاي بيهات، انت فاصل من السويتش نفسه. يا شباب ما ينفعش فعلا فيلان 10 اتكلم فيلان 20 حتى لو الاثنين واخدين في نفس الرينج مع بعض، لان انت هو ملوش دعوه برينج الاي بي هات، هو ليه دعوه بالانترفيس اللي انت ايه؟ داخل عليه. تمام. فنعدل تاني الاي بي ده نخليه صح. ده كان 10. طيب طب افرض هنا دلوقتي لما كان طالب مني عايز يغير مثلا النيتف فيلان على الترانكو بورد، عايز يغير النيتف فيلان. بصوا كده يا شباب لو جيت على السويتش الرئيسي ده
ورحت قايل له كده كونفيجر تيرمينال انترفيس انترفيس رينج اف 0 على 23 كوما اف 0 اف 0 على 24 هما البورتين الترانك بتاعه. قلت له سويتش بورت ترانك نيتف فيلان النيتف فيلان ورحت مخليها فيلان 10. يبقى كده مين اللي تعدي من غير تاج يا شباب؟ هي فيلان 10. بس لاحظوا كده الرساله اللي هتطلع كمان شويه دي هنا كده النيتف فيلان هنا فيلان 10. مش ده طلع رساله ليه؟ المفروض بيطلع رساله يا شباب بيقول لك خد بالك النيتف فيلان مس ماتش. تعال نحاول نبعت بيانات كده الاول بين الداتا وبعضها ما حسش بيها برضه. اهي الرساله طلعت يا شباب. بص كده انا بقول لك ايه السي دي بي سيسكو ديسكفر بروتوكول اشتغل. بقول لك النيتف فيلان مس ماتش حصل مشكله في النيتف فيلان. النيتف فيلان مس ماتش ديسكفر اون اف 0 على 24 وذ 10 يعني على اف 0 على 24 في السويتش بتاعنا النيتف فيلان هي فيلان كام؟ 10 تمام كده. وذ اكسس سويتش اف 0 على 24 النيتف فيلان عنده هو كام؟ 1. يعني عندك انت النيتف فيلان 10 لكن عنده هو النيتف فيلان كام؟ 1. فحصلت فيها مشكله تمام كده. حصلت مشكله عندك في الايه؟ في الشبكه بتاعتك دي. طب عايزين نصلحها لازم نتغير النيتف فيلان على كل الايه؟ على كل البورت ترانك. مش ده بورت ترانك انت غيرتها عليه وده ترانك غيرتها عليه. غيرها بقى على مين؟ على تحت ده اف 0 على 24 ده. يبقى برضه هنخش على تحت ده كده هقول له كونفيجر تيرمينال انترفيس اف 0 على 24 سويتش بورت ترانك نيتف فيلان برضه كام يا شباب؟ ونيجي برضه على التاني كونفيجر تيرمينال انترفيس اف 0 على 24 اف 0 على 24 سويتش بورت ترانك النيتف فيلان كام يا شباب؟ واضح كده؟ ناقص بس خطوه واحده اللي احنا نفعل الفي تي بي بروننج. لو عايز تفعل خاصيه الفي تي بي بروننج لو عملنا شو في تي بي ستيتس دلوقتي هل الفي تي بي بروننج متفعله يا شباب؟ عايزين نفعلها بتقول له ايه؟ في تي بي مش موجود اصلا الامر ده هنا يعني الامر في تي بي بروننج اصلا مش ايه؟ مش شغال على الايه؟ على الباكت اس. بس هو الامر بتاعك اسمه في تي بي بروننج بس. واضح كده يا شباب؟ كده يبقى احنا خلصنا اللاب ايه بتاعنا.